حضرتك طيب يا مستر، حضرتك طيب يا مستر، كل عام وانتم بخير يا جماعة، إن شاء الله سنة سعيدة كده بإذن الله عليكم وتحققوا كل اللي نفسكم فيه. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هناخد شوية في الستويكيومتري. الصوت واضح؟ أيوة، الصوت واضح. طيب كويس، هناخد الستويكيومتري، هنعرف ازاي نحل المسائل في توبيك نمبر 4. زي ما احنا عارفين ان توبيك نمبر 4 بيتكلم لي عن الستويكيومتري، عن الكالكوليشنز في الكيمستري، في الان اورجانيك كيمستري تحديدا. يعني هنبتدي باهم شيء وهو المول، باهم شيء وهو المول، وهنبتدي بالاشياء المهمه اللي انا لازم اعرفها. مبدئيا في توبيك نمبر 4 خلاصه الموضوع، خلاصه التوبيك، انك تعرف انك انت عندك 3 مين رول لازم تعرف. في 3 قواعد، يعني في رول نمبر 1، في رول نمبر 2، في رول نمبر 3. اذا عملت انا شير وايت بورد ونعرف احنا ايه الاهم عندنا. في علاقه ما بين المول والماس، دي لازم نكون عارفينها كويس خالص. هنعرف كل شيء بالتفصيل، دي بس نظره سريعه على التوبيك. في علاقه بين المول وبين الماس، يعني بين المول والجرام. وفي علاقه ثانيه ما بين المول والفوليوم، ما بين المول والفوليوم. وهناك علاقة ثالثة ما بين المول والكونسنتريشن. بدول أنا لازم أكون حاططهم في ذهني. 3 مثلثات دول لازم يكونوا واضحين في ذهني. أول واحد أنا لازم أكون عارفه كويس خالص، أكون عارف إن المول أحيانا بحسبه من هذه العلاقة اللي هو الماس over MR، وهنعرف يعني ايه MR. كل ده هنعرفه بالتفصيل. يبقى المول بتساوي ماس over MR. طبعا اذا انا عايزه بحط ايدي عليه، لو عايز المول اخبي المول بايدي كده يبقى هتساوي ماس ديفايد باي MR. لو انا عايز احسب الام ار احط ايدي عليه يبقى هتساوي ماس ديفايد باي المول. طب وعايز احسب الماس احط ايدي على الماس من فوق يبقى هتساوي مول ملتبلاي باي ام ار. كل ده هنعرفه بالتفصيل، دي نظرة سريعة بس. العلاقة الثانية ما بين المول والنمبر اوف بارتكلز او الفوليوم، يعني بشكل عام خلينا نتكلم عن الفوليوم. يعني المول ده احيانا لما احب احسبه بقسم الفوليوم الموجود عندي في الكويشن ديفايد باي 24. بس الاحظ ان الفوليوم ده هو لازم يكون بالكيوبيك ديسيميتر، كيوبيك ديسيميتر، لان عشان تحت 24 دي برضه بالكيوبيك ديسيميتر. يبقى دي القاعده اللي لازم الاحظها، اللي هي يا مستر ان اي حسابات عندي في توبيك نمبر 4 انا بعملها بالكيوبيك ديسيميتر. اوكي يا عمر، ازاي التحول ما بين الكيوبيك ديسيميتر والكيوبيك سنتيمتر؟ كيوبيك ديسيميتر وكيوبيك سنتيمتر متبلاي باي 1000. شوف، غالبا بيكون الكويستشن كيوبيك سنتيمتر، كيوبيك سنتيمتر، تمام؟ فما اروحش احل على طول، لا، you have to do something first. You have to convert cubic centimeter to cubic decimeter عشان حتى تبدا تحل. يعني before you start to solve the question, you have to convert from cubic centimeter to cubic decimeter by division by 1000. اوكي. العلاقة الأخيرة اللي هي إني عشان أحسب المول اني انا بعمل مالتبليكيشن ما بين الكونسنتريشن مضروبا في الفوليوم، كونسنتريشن مضروبا في الفوليوم. يبقى دول انا عندي 3 مين رولز اللي انا هستخدمهم.
انا لازم اكون عارفهم. هندرس الاول بالتفصيل والثاني بالتفصيل والثالث بالتفصيل. ممكن حد يسألني سؤال، ازاي انا اقدر احسب المول اصلا؟ How can you calculate المول؟ ازاي انا احسب المول؟ بداية قبل ما نحسب المول لازم اعرف انه انا عندي شيء اسمه AR وشيء اسمه MR. AR Atomic Relative Mass، وفي حاجة اسمها MR Molecular Relative Mass. الـ AR دي خاصة بالسنجل أتوم، بالسنجل أتوم. يعني إيه بالسنجل أتوم يا مستر؟ يعني إذا بنتكلم على O أو بنتكلم على صوديوم in A alone، أو بنتكلم على هيدروجين، أو بنتكلم على كلورين، أو بنتكلم على for example بنتكلم مثلا على K على البوتاسيوم. أوكي طيب، إزاي أحسب الـ AR؟ الـ AR أنا مش بحفظها، ولكن it's already exist in the periodic table. At the end of your exam paper you will find a copy of periodic table. إذا رحنا الـ periodic table حنلقى إني عندي مكتوب الـ 0816، مكتوب الصوديوم for example 1123، الهيدروجين 11، كم الكلورين يا لميس؟ 17 كام؟ لميس معايا انت؟ لميس معايا؟ بقول 35.5. 35.5 اوكي. طيب الـ AR دايما انا باخذ الرقم الكبير وهو الاتوميك ماس. يبقى الـ AR الخاص بالاكسجين كم يا عمر؟ ها؟ اتوميك ماس يبقى 16. AR بتاع الصوديوم يا لميس، صوديوم كم؟ 23 بالضبط. الـ AR يا عمر الهيدروجين 1. لميس الكلورين 35.5. طب الـ K بوتاسيوم مستر عادي ابص periodic table؟ ايوه عادي طبعا، انت اوريدي انت حتشتغل من periodic table، انت مش هتحفظهم اصلا، مش بنحفظهم. بوتاسيوم 39. اوكي طيب، يبقى انا لما بتكلم يا شباب على single atom انا بتكلم على AR يعني atomic relative mass، ولكن اذا بتكلم على molecule يعني مثلا يعني ايه كلام دي؟ يعني احنا لو بنتكلم على سبيل المثال على O2، O2 هاخذ ال2 دي اقول 2 multiply by ال O الوحده بكام؟ ال O الوحده ب 16. يبقى هنا انت بتتكلم على MR يبقى equal 32. طيب لميس CL2 هحسب لها AR ولا MR؟ MR بالضبط. كم الـ MR للـ CL2؟ 35.5 times 2 71. يبقى بتتكلم على 2 multiply by 35.5 exactly equal 71. okay. اللي احنا بنحسبه ده هو المول، هو المول. يعني اذا سألتك مثلا المول الواحد من الصوديوم بيساوي كام؟ هتقول لي بيساوي 23 جرام. 23 جرام.
انا برضو عايز افهم المول. شوفوا هو عاده في المعامل الكيميائيه احنا بنستخدم وحده المول في القياسات. يعني مثلا اقول لك يا عمر اديني 1 مول اوف صوديوم، 1 مول اوف صوديوم، فانت هتروح ناحيه البوتل اوف صوديوم. اوكي، مثلا حسيت انه عباره عن سوليد ستيت، ده شيء في السوليد ستيت. طب انت ازاي تحسب لي 1 مول اوف صوديوم؟ انت في الحاله دي لازم تعرف المول بيساوي كام جرام. المول بيساوي كام جرام؟ هتقول لي اه يا مستر 1 مول اوف صوديوم 23 جرام، فتروح توزن لي 23 جرام، يبقى ده اسمه 1 مول. طب اذا قربت 2 مول يا عمر هتديني كام جرام؟ تو مول يدينا 64 جرام. يبقى انا بحسب جرامز بتعبر عن انش. طيب اوكي مفيش مشكله، ما دام عرفنا الاي ار وعرفنا الام ار يبقى انا هديك كويستشن ازاي نحسبه. وتركز معايا لان الستريكيومتري محتاجه جاست يو هاف تو كونسنتريت اتنشن. اوكي طيب، اذا سالت سؤال بسيط على H2O احسب لي يا عمر 1 مول اوف H2O يساوي كام؟ 1 مول منها يساوي كام؟ يلا 1 مول H2O يساوي 18. طب مطلوب منك انك you have to write your steps، يعني ما تكتبش الفاينل انسر. الستبس هي عباره عن ايه؟ هو 2 مكتوب صح؟ الستبس هي عباره عن ايوه اللي هي الماس بتاع الهيدروجين اللي هو 1 ملتبلاي باي 2 عشان هي H2 بلس الماس بتاع الهيدروجين اللي هو 60 يبقى 80. بالظبط ايكوال 80 بالظبط كده مظبوط عرفت حاجه بالظبط 80 يبقى كده 1 مول اوف H2O ايكوال 80. اوكي طيب اذا اتكلمنا مثلا على سبيل المثال يعني مثلا ايه CA فتحت قوس كده اهو يكون هذه different idea you have to focus on it. سؤال لميس CA أو H by 2 طبعا الكالسيوم ب 40 كالسيوم 2040 والاكسجين اهو مكتوب فوق اهو الاكسجين اهو والهيدروجين اهو تقدر تحسبي لي هنعمل 2 من اكسجين 2 من هيدروجين يعني 16 تايمز 2 و 1 تايمز 2 ايوه بالظبط يطلع 32 و 2 هيبقوا 34 وهنعمل اد ل 40 هيبقى 74 بالظبط يعني انا حكيت الكالسيوم عباره عن 40 بس هي الملحوظه انه لازم تخلي بالك من ان في بار براكت يو هاف تو يبقى بدل ما عندي او واحده انا عندي 2 ملتبلاي باي 16 بدل ما عندي هيدروجين واحده انا عندي 2 ملتبلاي باي 1 واحسبها فحيديني 1 مول يديني 1 مول كده انا عرفت احسب الاي ار عرفت احسب الام ار عرفت احسب المول اوف كومباوند المول اوف كومباوند نركز شوية عشان حديكم مسألة حالا يعني بعد ما ناخد القصة دي. طيب إذا بدأنا بهنا أهو شوف كده هنا الهيليوم الـ AR 4 لأنه الهيليوم 2-4 exists as single atom يبقى الماس of 1 مول 4 جرام الأكسجين الـ O2 الـ AR ليها 16 الـ MR 2 multiplied by 16 equals 32 الإيثانول زي ما حسبته الـ Water أوكي وزي ما جميس حسبت
الكالسيوم هيدروكسيد، بحسب كل واحدة لوحدها فهيديني 46 جرام of ethylene، 46 جرام of ethylene. ده فيما يتعلق بالإنترودكشن، بس عندنا كده زي ما أخذنا. الصوديوم طبعا AR ليها 12، الأيودين 127، لكن نخلي بالنا ان الأيودين exist as a molecule يعني I2، فأنا محطر أضرب الـ I2 يعني 127 multiplied by 2. الووتر احنا حسبنا أفوغادرو كونستانت، أفوغادرو كونستانت، أفوغادرو ده أحد العلماء، اوكي، حط لي تصور. التصور بتاع أفوغادرو بيقول ايه؟ تصور أفوغادرو ماذا يقول؟ هناخده طبعا في السلايدز الجايه بالتفصيل. ولكن أفوغادرو ذكر الآتي، هشوف صورته. ذكر انه any mole of any substance، يعني اي مول من اي ماده، بيحتوي على the same number of atoms، في نفس عدد الأتومز. يعني إيه؟ يعني لو أنا عندي صوديوم، عندي صوديوم، فالصوديوم ده فيه كم أتوم؟ one mole of sodium في الكونستانت، طبعا ده ثابت ده 6.02 multiplied by 10^23، القيمة دي ثابتة. يبقى أي mole of sodium في كم أتوم؟ الرقم ده هو. mole of potassium في the same number، mole of aluminium, mole of hydrogen, mole of any substance contain the same number، فسميه Avogadro constant. one mole of iodine 254 gram. اوكي، طب في كم اتوم؟ اذا حبينا نعد الاتوم فيهم كم، فيهم نفس الكونستانت هو 6.02 multiplied by 10^23. one mole of water اللي حسبها عمر برضو فيها الرقم ده هو، فده بسميه أفوغادرو كونستانت، أفوغادرو كونستانت. طيب عمر، one mole of aluminium، one mole of aluminium contain how many atom؟ one mole of aluminium two، one mole of aluminium في كم atom؟ oh one mole of aluminium 6.02 multiply 10 to the power 23. بالضبط، اوكي صح. يبقى ده بسميه أفوغادرو كونستانت، أفوغادرو كونستانت. طبعا ده اللي انا كتبته اول شيء، اللي هو العلاقه ما بين المول والماس. المول equal mass over فورمولا ماس اللي هي MR، فورمولا ماس اللي هي MR. تعال نشوف يا مستر مثال عن الكلام ده. Calculate the mass of 0.5 mole of bromine atom. one mole of bromine equal 80 gram. طيب السؤال إلى لميس. لميس 0.5 of bromine equal how many gram؟ احنا كده عايزين نعرف الماس، مش كده؟ احنا عندنا المول والفورمولا ماس بتاع البرومين. هو البرومين الاتوميك نمبر بتاعه كام؟ ثواني. البرومين البرومين 35، فنعمل 35 times 0.5 عشان يطلع لنا الماس. كام؟ طب خلي بالك انت دلوقتي البرومين هو البي ار، صح؟ طيب كم في الرقم الكبير؟
مش عارفة، كان مكتوب قدامي الماس نمبر مش الاتوميك نمبر. هجيب periodic table تاني عشان مش قدامي بتاعة الامتحان. ف مهم ما يهمك. البرومين I think سلام مستر، مش عارفة دي بسوين 80. هو 80 فعلا. الماس نمبر اوف برومين، أيوة الماس نمبر اوف برومين يعني about 80. أيوة 80 80. طيب اوكي، فالماس هيساوي كام؟ الماس هيبقى مولز تايمز فورمولا نمبر، هنعمل 80 تايمز 0.5 يطلع لنا 40. بالضبط. طيب خلينا نشوف مسألة تانية. Calculations on mole. Okay. Calculate the mass of a bromine molecule contained two atoms, so its MR equal 160. شوف يا رميس البرومين من الهالوجينز صح؟ ايوه صح ولا لا؟ طيب اللي هم الكلورين، فرومين، برومين اند ايودين. انا عارف ان الهالوجينز بتكون موجوده مش على هيئه، اتس نوت اكزيست ان ا سينجل اتوم، دائما بتكون موجوده على هيئه مولكيولز. يعني البي ار ما فيش شيء اسمه بي ار، بس البي ار اسمه بي ار 2. البي ار موجود على هيئه بي ار 2. اوكي، اذا شفت البيريودك تيبل هشوف ان البي ار على هيئه 79.9 وهكذا، فتقريبا باخذها 80. انا باخذ ايه؟ باخذ هول نمبر، مش باخذ معايا ديسيمالز في الحساب، فهاخذ معايا يعني فيها 0.9 يعني، فهعتبرها 80. اوكي، مباشرة أول ما أشوف إن في ريليشن شيب بين المول والماس، مول أند ماس في كويستشن، أفتكر ال تراينجل ده. أنا عارف إن المول بيساوي الماس أوفر إم آر، أوفر مين؟ إم آر. اوكي طيب انا عايز احسب الماس صح ولا لا؟ قلنا اهو كالكوليت ذا ماس، هخبي الماس بايدي، احط ايدي عليها، فالماس هتساوي ايه؟ هتساوي مول ملتبلاي باي ام ار. اوكي طيب واضح معايا كده؟ طيب المولز في كويستشن كم مول هم؟ كم مول؟ 160. لا كم مول؟ كم مول؟ 0.5. 0.5 يبقى تحت المول اكتب قيمتها 0.5 ملتبلاي باي الام ار بتاعت البرومين كم؟ البرومين الوحده ب 80. طب البي ار 2 بكام؟ 160، اضربهم في بعض هيدينا 80 جرام اللي هو ده. اوكي يبقى انا مطلوب مني اني افتكر الشكل ده هو. اللي هو ايه يا مستر؟ اللي هو ريليشن شيب بين المول والماس. اي علاقه، اي كويستشن ما بين المول والماس افتكر به، يبقى المول بيساوي ماس اللي هو هتبقى اوريدي ان ذا كويستشن اوفر ام ار اللي انا هحسبها. ام ار اللي انا هحسبها
بس خلي بالي يعني اذا بيجوز مثلا كلورين ايودين برومين فلورين او اكسجين او نيتروجين كل الناس دي يعني it exists in the form of O2 يعني Cl2 O2. فانا هسألك سؤال تاني the same idea but different question to check you got it or not. Okay, طيب ازاي حديث يا مستر يعني هتعمل ايه يعني هنعمل كده هنرجع شوية كده خديك يعني empty كده بقول لك ايه calculate the mass of two mole of oxygen. يلا 2 مول اوف اكسجين يساوي كام؟ طبعا الاكسجين عشان ما تروحش بتاعك اكتب له اهو او اي تي 860. يلا 2 مول يساوي كام؟ سمعاني الصوت واضح ولا ايه؟ حضرتك سمعني بقول 32. اوكي ايوه انا سمعتك حالا سمعتك لسه حالا سمعتك اوكي صحيح يبقى يساوي 32. طيب عمر calculate the mass of 0.25 mole of oxygen برضه. عايز لا لا سوري سوري ايت مش كده ايت بالضبط صحيح صحيح في بعض الناس عارف بتعمل ايه بالضبط كلامك صحيح بتكتب ايه بتكتب كده هو يعني هو بيكتب كده بيقول إيه يعني بيمشي ستيب باي ستيب بيقول كده بيقول ان 1 مول equal 32 1 mole equal 32 طيب 0.25 equal how many gram يعني بيقول ان 1 mole of oxygen equal 32 gram طيب 0.25 mole في كم gram ويعمل cross multiplication فيضرب دي في دي يعني 0.25 multiply by 32 divide by 1 فلما تضرب 0.25 multiply by 32 حيساوي 8 يساوي 8 exactly 8 okay طيب يبقى دي اول relation the first relationship between مين ومين between المول والماس المول والماس اوكي واضح يا جماعه المول والماس في اي كويستشن مستر بس هو انا عندي سؤال تفضل حضرتك كتبت 0.25 من 1 مول احنا كنا طلعين بتاع 2 مولز 32 فاحنا ليه عملنا 0.25 على 32 ومش 16 شوفي انا الكويستشن اللي سالته عمر ايه كان هو يا ميس الكويستشن كان كده اهو الكويستشن كان انا عايز اعرف 0.25 مول of oxygen equal how many gram سؤال اذا وزنت 20 اذا طلبت منك في المعمل احنا موجودين وطلبت منك يعني لو سمحتي please I need 0.25 mole of oxygen مثلا يعني ازاي تحسبيها فانت مباشرة you have to convert starting with 1 mole فهتقول ايه هتقول ان 1 mole 1 mole من الاكسجين how many gram يلا ها 1 mole 16 لا الاكسجين على هيئة O2 all
أكسجين على طول O2. آه طبعاً. هو 32. طيب 0.25 equal how many gram؟ فاعمل cross multiplication. أخلي بالي من إيه؟ أخلي بالي إني إذا أكسجين يبقى O2، هيدروجين H2، كلورين Cl2، أيودين I2. دائماً دول exist as a molecule، مش موجودين على هيئة atoms، موجودين على هيئة molecule، okay؟ يبقى ده the first، نعم؟ في حاجة كمان O2 ولا هم دول بس؟ هم الغازز يعني معظمهم على هيئة O2. على هيئة 2 يعني مش O2، على O2، Cl2، I2، okay؟ يعني most of gases in the form of molecules. ما عدا مين بس هو الموجود على هيئة single atom؟ هو الهيليوم والزينون يعني وبعض النوبل جازز بس اللي هتلاقيها على هيئه ايه؟ سنجل اتوم. انما الجازز كلها على هيئه O2. اوكي. طيب ده بالنسبه ل the first one اللي هو العلاقه ما بين المول ومين؟ والماس. المول والماس، المول والماس. اهو. How many mole of oxygen molecule are in 64 gram of oxygen؟ 64 gram of oxygen. انا لازم ابتدي the same idea. هبدا انا لازم اعرف كده، اقول ان 1 مول في كم جرام؟ ها؟ من اكسجين. 1 مول كم جرام؟ 32. بالضبط كده 32. طيب how many mole؟ طيب how many mole x mole unknown، كم مول موجودين في ال 64؟ امشي كده step by step، اقول اني انا عارف ان 1 مول من الاكسجين contain 32 جرام. طيب how many mole in 64 جرام؟ واعمل كروس مالتيبليكيشن. يعني ايه كروس مالتيبليكيشن يا مستر؟ يعني 64 مالتيبلاي باي 1 ديفايد باي 32، هتبقى 64 ديفايد باي 32 يعني كام؟ 2 مول. واضحه دي ولا لا؟ 2. ها؟ ايوه واضحه. اه امشي كده عشان تكون فاهمها. يعني انت اسال نفسك سؤال، طيب انا عارف ان 1 مول في 32 جرام، طيب كم مول في 64؟ كم مول في 64؟ أسأل نفسي السؤال ده. يبقى ده the first relationship between the مول ومين؟ والماس. أهو نفس القصة، حسب هنا الـ AR of oxygen 32 والـ number of mole mass over more mass، يعني the same idea. المهم في النهاية هتجينا 2 مول. تو ايه شباب؟ تو مول. طيب 3 مول اوف ايثانول ازاي احسبها دي؟ لازم الاول احسب ال 1 مول بيساوي كام؟ ال 1 مول هيساوي كام يا عمر؟ اوف ايثانول يلا. الكربون ب 12 يبقى كام؟ يلا يا عمر. اه سوري مستر المايك. معاك اي اتومز اوف كاربون يبقى 24، يبقى 2 ملتبلاي باي 12 يبقى كده 24 ماشي بلس 5 ملتبلاي باي 1 بلس 1 ملتبلاي باي 16 بلس 1 ملتبلاي باي 1 اتش انا بمشي واحده واحده. احنا ممكن نكتب بدل كده 6 multiply by 1. لو كتبت 6 multiply by 1 بدل 5 صح ماشي اوكي صح ماشي اوكي صح كله صح يلا 2 multiply 12 equal 24 plus 6 multiply by 1 6 same يعني 1 multiply 16 16 احسبهم على بعض 22 24 and 6 يبقى 30. 30 plus 10 40 plus 6 46. اوكي. اوكي. 46 جرام.
يبقى ال 1 مول من الايثانول 46 جرام. طب ال 3 مول يساوي كام؟ بنفس القصه بنفس اللي متعود عليها عشان بس اتعود على شيء امشي عليه. اقول ان 1 مول اوف ايثانول بيساوي 46. طيب يا ترى 3 مول بيساوي كام؟ واروح عامل كروس مالتيبليكيشن يعني 3 اضربها في 46 مالتيبلاي باي 1 طبعا هي ذا سيم. 3 مالتيبلاي باي 46 كم يساوي؟ يعني 3 مالتيبلاي باي 46 138 واضحة يا عمر؟ واضحة يا نادين؟ يا واضحة؟ اوكي طيب. دي أول علاقة هناخد بعدين إن شاء الله في السيشن القادم. العلاقة الثانية هناخد العلاقة الثانية ونكمل على بعض الأشياء المهمة، وحناخد بعض الـ questions from past paper، وحنعرف الـ mole-mole ratio إزاي نعملها مع بعض. mole-mole ratio إزاي نعملها مع بعض. Okay, any question now about relationship between mole and mass؟ أي سؤال في الـ طيب. 2 minutes وحبعت لكم اللينك الثاني عشان تدخلوا ونكمل بقية الـ circuit. Okay. Okay, so yeah, so